السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكملة للجزء الخاص بإدارة المستشفيات، في سؤال هنا بيطرح نفسه فيما يتعلق، هل الخدمة الاستشفائية الحديثة آمنة أم لا؟ هل الخدمة الاستشفائية الحديثة آمنة أم لا؟ طبعا عشان نجاوب على السؤال دوت لازم يجب النظر إلى عدد من المسببات المؤثرة، منها أولا إمكانية حدوث عدوى فيروسية مثلا كالتهاب الكبد أو مرض الإيدز أو غيره من الأمراض. هل في إمكانية لحدوث ذلك أم لا؟ لو مفيش إمكانية لحدوث ذلك يبقى تمام، يبقى الخدمة الاستشفائية الحديثة إيه؟ آمنة. بتتوقف على عدم وجود مسببات الايه، ها، مسببات حدوث الفيروس، عدم تواجدها بيؤدي فعلا ان تكون الخدمه الاستشفائيه الحديثه امنه. كذلك ايضا المضاعفات والاثار الجانبيه الناتجه عن تناول الادويه. احنا عارفين ان في البوزيتيف وفي الايه النيجاتيف، يعني بيبقى في زي ما في ايجابيات في ايه سلبيات من الأدوية، من تناول الأدوية. فعايزين نعرف الآثار الجانبية أو المضاعفات اللي بتنتج عن تلك الأدوية. أيضا إجراء العمليات الغير ضرورية والغير مبررة اللي بتزيد عن 20% من مجموع الجراحات في أمريكا للمنفعة الشخصية فقط على فكرة، يعني أو لتحصيل الأموال أو الربحية. أيضا سوء الممارسات الطبية، يعني بتلاقي مثلا نسي مقص في بطن المريض بعد التدخل الجراحي، اللي نسي فوطة، اللي مش عارف ايه. ده طبعا الممارسات الطبية الخاطئة من الأطباء والغير متوقعة يمكن أن تحدث آثار سلبية وتؤدي لحدوث عدوى فيروسية قد تنتهي بالوفاة. ايضا ظهور عدوى تنتقل عن طريق التنفس من مريض الى اخر، كما حدث اثناء ايه، اثناء التمريض الخاص بالمرضى، مرضى فيروس كورونا. طيب تعالوا مع بعض نعرف ايه هي العوامل والقوى المؤثره في تطور المستشفيات. انا عمال اقول المستشفى دي متطوره او في تطور مستمر، في عوامل او اسباب ادت ان انا اقول الكلام دوت. اولا التقدم العلمي في الخدمه الطبيه، ان في تقدم كبير في الخدمه الطبيه زي اكتشاف اسلوب التخدير، ظهور نظريات الجراثيم كمسببات للامراض، وكذلك المقابل ليها اكتشاف الاساليب الحديثه للتعقيم. ايضا تطور التكنولوجيا الطبيه، بيتم بافتتاح اول مختبر طبي في امريكا، وأيضا اكتشاف أمراض زي ظمور الدم مما مكن من إجراء العمليات الجراحية الناجحة لنقل الدم. أيضا اكتشاف واستعمال تخطيط القلب الكهربائي اللي هو نظام الإيكو وتخطيط الدماغ. طبعا كل الحاجات دي بتؤكد فعالية تطور المستشفيات أو الخدمة الاستشفائية في القطاع الطبي. أيضا تطور وتقدم خدمات التمريض، يعني لما نتكلم عن المجال الطبي لا نغفل دور خدمات التمريض ومدى تقدمه، حيث أصبح التعليم والتدريب التمريضي في إطار مؤسسي. أصبح هناك مش مدارس التمريض فقط، في كليات للتمريض. أيضا التقدم الكبير في التعليم الطبي، أصبح دلوقتي التعليم الطبي تعليم مستمر، مش من خلال كليات الطب فقط وإنما من خلال المستشفيات. أيضا أصبحت هناك دراسات وبحوث بتجرى من خلال تلك المستشفيات في أقسام للدراسة وإجراء البحوث المعملية والمخبرية. كذلك أيضا ظهور نظريات وأسس علمية بتستند إلى الطب زي النظرية الجسومية وتعدد العوامل الممرضة
وغيرها أدى إلى قيام المستشفيات بتوسع أنشطتها المعملية والمقبلية لاكتشاف هذه الجرثومات وهذه الفيروسات وكذلك الأساليب المضادة لعلاجها. ظهور ونمو برامج التأمين الصحي كطرف ثالث. أنت عندك الطرف الأول اللي هو دعم الحكومة، الطرف الثاني دعم القطاع الخاص، الطرف الثالث التأمين الطبي أو الصحي. كطرف ثالث يدعم عمل المستشفيات، بيدعمها بالأموال لضمان الاستقرار المالي اللازم لعملها في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة. لو جينا نتكلم عن الادمنستريشن او الاداره، بنقول ان طبيعه العمل الاداري في المستشفيات زاد الاهتمام بالوقت الحالي بموضوع اداره المستشفيات باعتبارها مسؤوليه تامه عن تحقيق اهداف المستشفى. بتحقق اهداف المستشفى يبقى لازم افراد اللي موجودين داخل هذه المستشفى بيعملوا بكفاءه، درجه عاليه من الكفاءه والفاعليه، وده بيتأتى من الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة داخل المستشفى أو الوحدة العلاجية من قوة بشرية، من رأس مال وأبنية اللي هي البنية التحتية، والأجهزة والمعدات أي التكنولوجيا الطبية المستخدمة. لو جينا عرفنا المستشفى، عرف المستشفى بأن هي الجزء المتكامل من المنظومة الاجتماعية الصحية، وهدفها الهدف الأساسي منها هو توفير العناية الصحية الكاملة لجميع السكان، سواء كانت هذه العناية وقائية أو علاجية. أيضا ممكن أقول هي مجموعة من الأنشطة المتكاملة والمنسقة للجهود الاجتماعية والتكنولوجية والإنسانية، والتي بتهدف إلى استغلال العنصر البشري جميع الموارد لديها بكفاءة وفعالية بهدف خدمة المجتمع. طيب، من الأنماط الحديثة لإدارة المستشفيات، أولا التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة، التنسيق، مواكبة التقدم العلمي، صنع القرار، الصيانة. لو ابتدينا بأول عنصر من عناصر إدارة المستشفيات وهو التخطيط، planning. التخطيط ما هو إلا عملية من خلالها بيتقرر ما ينبغي عمله في الوقت الحاضر استعدادا لمواجهة المستقبل. يعني أنا بخطط للمستقبل، بس أنا هعمل إيه عشان أخطط للمستقبل تخطيط سليم. أولا الاحتياجات الصحية للسكان في الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية. ثانيا التخطيط للقوى العاملة، بشوف احتياجاتي ايه من المنطقة السكانية في مكاني انا كمستشفى او مستوصف، احتياجات المكان دوت ايه من خدمات صحية وعلاجية. ايضا تخطيط القوى العاملة في الحقل الصحي، العنصر البشري اللي عندي انا محتاج ايه، عندي عجز في اقسام ايه ولازم اطوره. يعني اطوره ازاي؟ من خلال التدريب، من خلال التعليم المستمر، من خلال رفع الكفاءة والمهارة لاداء العمل. ايضا كيفيه ايجاد وسائل التمويل اللازمه لتنفيذ هذه الخطه. التنظيم organization، هي تتسند وظيفه التنظيم الى تقسيم العمل والتخصصيه في العمل وتنظيم سلسله اصدار الاوامر والتوجيهات. في اوامر وتوجيهات، في مهام وظيفيه لكل موظف، في تخصصيه في العمل وتقسيم عمل، يبقى انا كده ايه ماشي صح. الهدف الأساسي من التنظيم هو لأداء أهداف المنظمة أو أهداف المستشفى بكفاءة وفعالية. أولا توفير التوازن ما بين السلطة والمسؤولية. طبعا كل ما بنرتقي في المسار الوظيفي وبنعلو، كل ما بتزيد السلطة وكل ما بتزيد الإيه المسؤولية. لا قيمة للمدير بدون سلطة إيه كافية في اتخاذ القرار. السلطة دي بتساعده في اتخاذ القرار، ولابد ان يكون القرار دوت واضح ومحدد وفقا لبيانات ومعلومات واقعية وحقيقية ملموسة. هناك ايضا عوامل تتحكم بالهيكل التنظيمي زي التغيرات المستقبلية، فتح فروع جديدة للمستشفى، فتح عيادات خارجية، زيادة الاقسام،
فتحت أقسام مستحدثة جديدة ما كانتش موجودة عندي فيما سبق، زيادة حجم الأعمال والمهام المطلوبة من المستشفى. التوجيه guidance. بالنسبة للتوجيه المقصود به الإشراف وتوجيه العاملين نحو زيادة الكفاءة والفاعلية في العمل. يمكن المدير الناجح إن هو يفجر الطاقات الإبداعية لدى العاملين، يخليهم يبتكروا من خلال التحفيز المعنوي أو المادي. أيضا التوجيه العنصري القيادة، عنصري القيادة. التوجيه بيتضمن عنصري القيادة والإيه والاتصال. يعني إيه؟ يعني أخلي كل فرد مسؤول عن نفسه بزيادة فاعليته في العمل، منع الصراع في العمل، حل الخلافات والمشاكل داخل الإيه؟ المستشفى، تجنب الآثار السلبية، تحديدها وإيه وتجنبها ومحوها، ما تبقاش موجودة عندي، دايما بحل المشاكل اللي عندي في العمل، هي دي القيادة. الاتصال الفعال بين جميع الأقسام مهم جدا لإنجاز العمل بكفاءة وفاعلية. لا نكفى دور الرقابة في ذلك، لأن الرقابة من خلالها بعض رئيس الأعمال اللي عندي، نتائج الأعمال ومقارنتها بما إيه بما أنجز من أعمال، وذلك هدفه إيه تحديد الانحرافات وتصحيحها وتصحيح الأخطاء إن إيه إن وجدت. يبقى أنا بحدد إيه هو العمل المفروض اللي يتم إن هو ينجز، وما تم إنجازه بالفعل، ما المطلوب من العمل أن ينجز وما تم إنجازه بالفعل، ها، عشان أقدر إيه أحدد الانحرافات والأخطاء وصححها إن إيه إن وجدت. التنسيق، طبعا التنسيق بين الأقسام ده مهم جدا لإيه زي ما قلنا كده، لإتمام العمل والأنشطة الإدارية وغير الإدارية في المستشفى على أكمل وجه. لا نكفل مواكبة التقدم العلمي، ودي مش موجودة في أي منظمة، العنصر ده مش موجود في أي منظمة، لازم المستشفى يبقى فيها إيه تقدم تكنولوجي على طول مستمر، ها، لعلاج المرضى وسرعة إتمام شفائهم، حيث نادرا ما يدرك هذا العنصر كأحد عناصر العملية الإدارية نظرا لأن القطاع الصحي بيتطور بسرعة نتيجة للتقدم التكنولوجي الهائل طبعا، وده بيجعل المستشفى محل ايه منافسة دائمة. ايضا بيتطلب مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي هذا زيادة وكفاءة وفعالية الايه المستشفى لاستمراريتها في تقديم خدماتها وبقائها للعمل في ظل المنافسة الايه الحالية في السوق. صناعة القرار، بيتطلب صناعة القرار اختيار أفضل البدائل المتاحة، أنا بختار البديل المناسب المتاح عشان أقدر أحقق أهداف المنظومة الطبية والصحية بكفاءة وفعالية. من خصائص القرار الإداري الجيد أولا يكون تقليل التكلفة، نوعية عالية طبعا، قرار سليم فيه مرونة، مقبول من جانب المجتمع، المجتمع اللي هو ايه داخلي داخل المستشفى او خارجي في بيئة خارجية، ووجود امكانية تطبيقه، يعني ما يكونش قرار محل ورق وبس، لا لازم يكون قابليته لايه للتنفيذ والتطبيق ومدى تمتعه بدعم سياسي واداري لتنفيذه من جانب ادارة المستشفى. الصيانة maintenance، لما نيجي نتكلم عن الصيانة بنتكلم عن صيانة العنصر المادي ودي معروفة، الصيانة المستمرة للأجهزة والتكنولوجيا الطبية. الصيانة أيضا للعنصر البشري، تتعمل صيانة العنصر البشري إزاي؟ من خلال التدريب، رفع كفاءة الطاقم الإداري أو غير الإداري اللي هو الطبي باستمرار من خلال التدريب والتعليم المستمر على التكنولوجيا الحديثة، التكنولوجيا الطبية الحديثة المستخدمة، وذلك بهدف رفع كفاءة وفعالية أداء العاملين داخل المنظومة الطبية والصحية. نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.